الو 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 شباب انا مش سامعكم سامعينك دكتور استاذ صباحك اه هلا هل سمعتكم اوكي سامعيني يا شباب؟ الصوت واضح لاني بغير بشتغل جهاز ثاني عشان هيك مش اللي بظبط في الاعدادات لكم طيب يعطيكم العافيه خليني بس اشوف الاسماء هلا هلا اوكي الصوت صار واضح من يوم 24 هاي 24 11، في عندي أسامة عبادة موجود، عندي أسامة موجود، وعندي صالح موجود، موجود وعندي عمر زيد. أوكي وعندي مهند تيسير. مهند تيسير عمر وعبادة وصالح وأسامة ومجدي. هلا دكتور يسعد صباحا اوكي ماشي يعطيكم الف عافيه حبايبي طيب اليوم جاي ما حكينا المره اللي فاتت بده يكون آه خليني اشير لكم بس هاي البوربوينت. آه اليوم حنبدا شابتر جديد اللي هو شابتر أربعة واذا رجعنا على المنصه خليني ارجع على المنصه نفسها هاي شير هاي آه نزلت لكم اياه طلعوا هاي شابتر رقم اربعه فور اوكي اللي هو الشابتر الأربعة زي ما حكيت المرة اللي فاتت شابتر أربعة بغطي no, على مواضيع تكلمنا عنها بس بدنا ندخل بمور ديتيلز أوكي okay؟ يعني إحنا حكينا سابقا عن بعض البروسيس الرئيسية الموجودة في السوفت وير انجينيرينج الأكتيفيتي في عندي أول واحدة من هدول البروسيس ايش اسمها ريكويرمنت لو أخذنا مثال السابق لو الميثود ال اللي استخدمناه مثلا الوتر فول حكينا في عندي مثلا بيكون عندي ريكويرمنت في مراحل فانا بدي الشابتر هذا كله بيتكلم عن الريكويرمنت انجينيرنج اوكي ريكويرمنت انجينيرنج طيب طيب اي أه هاي المواضيع بنغطيها في هذا الوحده بيتكلم عن شيء بنسميه فانكشنال اند نون فانكشن ريكويرمنت فانكشنال ريكويرمنت ونون فانكشن ريكويرمنت بده يتكلم عن الريكويرمنت دوكيومنت بده يتكلم هلا عن الريكويرمنت سبيسيفيكيشن بده يتكلم عن الريكويرمنت بروسيس بده يتكلم عن الريكويرمنت illustration اند analysis ريكويرمنت فاليديشن و مانجمنت هاي المواضيع اللي احنا حنغطيها في هذا الشابتر هلا اول شيء لما بنتكلم عن ما هو الريكويرمنت معي يا شباب معك دكتور معك معك دكتور طيب Uh, the proposal of establishing the services that that customer require from system and the constraint under which it is operator and it is developer. لاحظ عملية establish هلا إحنا هي services تبعتي المتطلبات تبعتي في ال requirement بدنا نحددها ونتفق عليها ليش لاحظ لنفس اعطيك مثال بسيط لو واحد بده يبني بيت بيجي واحد ب... له متطلبات ولا ببنيه مباشره؟ ها شباب له متطلبات. متطلبات هلا شو معنى له متطلبات؟ يعني بيجي بقول لك والله انا وياه ننتبه والله انا بدي البيت طابقين، انا بدي مثلا كل غرفه فيها عد يعني متطلب لاحظ استابليش ذا سيرفيسز ذات required from the system and the constraint لاحظ هلا شو بده الكاستمر شو متطلباته في النظام وكمان constraint شو القيود اللي على النظام يعني مثلا بدي اجي اسوي مثلا نظام تسجيل في جامعه جرش باجي بقول ممنوع اي حدا يسجل في جامعه جرش لما يكون معه توجيهي اوكي واضحه الصوره طيب the ريكويرمنت themselves are the description of the system services and constraint. يعني ال requirement هي عبارة عن وصف للنظام والقيود على النظام. يعني أنت أي واحد يعني لاحظ لما بيجي واحد بيقول لي مثلا بده يسوي نظام ال requirement تبعته إذا معطيني requirement إذا طلعت عليها بقدر أصف نظامك كمان أعرف شو نظامك من أي تو فكثير من الطلاب شو اللي بيصير معهم؟ ركز معي كثير من الطلاب بيجي بكون باني نظام بقول له تعال ورجيني الريكويرمنت تبعته باجي بلاقي في شغلات موجوده في النظام مش موجوده في الريكويرمنت او باجي في شغلات موجوده في الريكويرمنت مش موجوده في النظام طلع شو الفرق يعني يا شغلات بتكون موجوده في النظام باني نظام ومشغل وكل شيء بس مش موجوده وين في الريكويرمنت او موجوده في الدكومنت مش موجودة وين في النظام فبالتالي عشانك دائما للطلاب شو بقول لك دائما لما تبني نظامك نظامك لازم يكون ايش شو لازم يكون نظامك أي شباب شو لازم شباب ما لازم يكون انعكاس كامل للريكويرمنت واضح يعني اياي الاقي شيء مش مش انعكاس له هذا خطا فبالتالي لابد انه يكون ايش انعكاس كامل للريكويرمنت واضح هذا الكلام هذه الامور مهمه جدا عشان هيك ذات ار the ديورينج ذا ريكويرمنت واضح الفكره هذول مهمات جدا طيب النقطه اللي بعديها بده يجي يعرف هلا شو هي الريكويرمنت ما هي الريكويرمنت الريكويرمنت شو هي من تعريفها it may range from high level abstract statement of the service or of the system constraint to a detailed mathematical function specification لاحظ من اسمها من اسمها ايش هي اما بتكون اوكي من اسمها شو من اسمها هي عباره عن هاي ابستراكت ستيتمنت يعني عبارات مجرده هاي العبارات تصف النظام وتصف كمان القيود اللي هي موجوده على النظام يعني تصف النظام وتصف ايش كمان القيود الموجوده على ايش على النظام اوكي okay. ممكن تكون هاي عباره تكون ماثماتيكال فانكشن سبيسيفيكيشن يعني تكون بعض الماثماتيكال الشغلات تكون موجوده حنشوف هذا الكلام بالتفصيل. This is inevitable as a requirement may several dual function عشان هيك لاحظ شو بكون ممكن تكون هاي الفانكشن مجموعه من الفانكشن maybe the base of a bit of contract ممكن تكون كمان هاي الريكويرمنت تكون جزء من ايش؟ شيء بنسميه كونتراكت مش هلا انت بالاخر أه، انتبه معي أه، انت بكتب لي نظام في التالي بده يكون في كونتراكت ما بينك انت بدك تصمم النظام والشخص او الكاستمر بدك النظام هلا هاي الريكويرمنت هي بتكون جزء من الكونتراكت ليش انت هلا خاصه في عمليات البرمجه او عمليات التطبيق ممكن نواجه مشاكل كبيره ممكن نواجه مشاكل كبيره، مثل ايش المشاكل؟ شو مثل ايش المشاكل؟ ممكن نواجه مشاكل في النظام، شو هي المشاكل في النظام؟ يعني مثلا تيجي تقول انا بنيت النظام بدي والله يكون يدخل الطالب معدله من كذا، تيجي تعال المبرمج يقول لك لا انت ما طلبت. واضح الفكره؟ فبالتالي المعيار اللي بده يكون يفصل ما بينك وما بين النظام لاحظ المعيار اللي بده يفصل ما بينك وما بين النظام شو هو المعيار؟ الكونتراكت الكونتراكت، الكونتراكت اللي هو العقد بينك وبين الشركة، طب الكونتراكت هذا شو بده يكون جوا الكونتراكت؟ جزء منه بده يكون جوا الكونتراكت ايش هو؟ شو هو؟ المتطلبات اللي هي المتطلبات دي. اللي هي بنسميها ايش؟ الريكويرمنت وضحت الصوره يا شباب اه يعني لازم تكون جزء من المتطلبات فبالتالي عشان هيك الريكويرمنت مش امور سهله اوكي اما أو بتحتوي على اللي هي العمليات الديتيلز كل هاي الامور بدها تكون جزء من الكونتراكت بيكون الريكويرمنت اوكي

بناء على الريكويرمنت الموجوده، هاي الريكويرمنت الموجوده بتساعدني في عمليه الـ وصفها الريكويرمنت بغطي هاي الامور اللي هي مش موجوده او مش ماخوذه بعين الاعتبار. The requirement must be written so that several ايش؟ contractors can bid for the contract. لازم تكون ايش؟ مكتوبه، لاحظ كمان when the contract has been awarded the contract must be write a system definition of the client more details بيكون كمان موجود فيها في الابستراكشن الوصف الكامل إلها طيب عشان ندخل أكتر لازم نحدد أو نفصل ما بين الريكويرمنت ففي شيء بنسميه type of requirement في شيء بسموه اليوزر ريكويرمنت وفي شيء بيسموه السيستم ريكويرمنت يعني متطلبات اليوزر وشو في عندك؟ شو في عندنا كمان؟ متطلبات النظام طيب شو الفرق بين التنتين؟ لاحظ اليوزر ريكويرمنت هي عباره هلا احنا كله لاحظ هي عباره عن ستيتمنت ان ناتشورال لانجويج بلس ديجرام يعني مكتوبه بلغه عربي بغض النظر انجليزي هي عباره عن مكتوبه بلغه في ممكن يكون مخططات ديجرام اوف ذا سيرفيسز اوف ذا سيستم بروفايد اند ات اوبريشن ايش كونسترينت اليوزر ريكويرمنت بتكون بلغه يكون فيها مخططات رسم اللي هي بتعطي ايش كل الاوبريشن والقيود اللي موجوده على النظام بس هاي القيود والشغلات ايش تعود لمين لمين بتعود؟ للكاستمر عشان هيك لاحظ written for customers هي ما تكتب لمين؟ للكاستمر واضح؟ يعني اسمها يوزر ريكويرمنت اللي هي بناء الكاستمر شو بده طيب السيستم ريكويرمنت هي عباره عن structure document سيتنج out detailed description of the system هون بتركز على النظام نفسه اللي هي ايش هي؟ الفانكشنز السيرفيسز الاوبريشن كونسترينت مرة ثانية هي عبارة عن ستراكشر يعني جاي هيكل وفي ديتيل وديسكربشن وصف كثير لها في السيستم يعني مثلا والله انت بدك توجد المعدل باجي بقول انه المعدل بنحسب بالطريقة المعادلة الفلانية بياخذ القيمة ك يعني لاحظ تفاصيل أكثر هاي بتغطي اللي هي السيستم ريكويرمنت، اللي هي الفانكشنز الموجوده في النظام، السيرفيسز الموجوده في النظام، كمان بتغطي اللي هي الاوبريشن كونسترينت. لاحظ ديفاين وات شود بي امبلمنتد، لاحظ في السيستم ريكويرمنت تركيزه هون شو اللي بدك اياه اللي بعدين بده يصير امبلمنتيشن عليه، شو معنى امبلمنت؟ هلا انت الريكويرمنت مش بدك تكتب كلام هذا الكلام والتفاصيل بده ينعكس هذا بوك بعد شوي في مرحلة اللي هي الديزاين ومرحلة الامبيمنتيشن بده يصير تطبيق إله فهون بيتم تعريفه هون عندي في السيستم ريكويرمنت وبده يصير بعدين تطبيق أو تنفيذ إله عشان هيك سو مي بي بارت اوف ذا كونتراكت بتوين كلاينت اند كونستراكتور عشان هيك سواء كان السيستم ريكويرمنت او اليوزر ريكويرمنت هم حيكون عبارة عن الكونتراكت بيننا فيه عشان هيك Who do you think these are written for لمين عادة من كتبه اللي السيس... عرفنا اليوزر ريكويرمنت تنكتب لمين للكاستمر طيب السيستم ريكويرمنت سؤال طرحه عليك بدي تفكر فيه احنا هون بركز على سيرفيسز آه, بركز المبرمج على المبرمج دكتور المطور ممكن يكون المبرمج ممكن يكون المطور ممكن المحلل اوكي okay. هلا حنشوف موجود اجابته كمان هذا السؤال These are higher level than function and non-function requirement which this may be subsims اوكي لاحظ برجع وبيكرر على شيء اسمه functional requirement وفي شيء بيسموه طب شو الفرق هلا حيجي لقدام على وبيعطينا مثال وحنشوف كيف بيتم تمثيله هلا الفكره احنا هون بدنا نعرف كيف نسوي requirement يعني كيف بدنا نوضحهم؟ كيف بدنا نكتبهم؟ كيف بدنا نميز ما بين اليوزر ريكويرمنت ما بين السيستم ريكويرمنت، اوكي؟ طيب. لاحظ يوزر اند سيستم ريكويرمنت، لاحظ هي مثال معطيك عشان توضح الصوره اكثر تقدر تميز ما بينهم. هون معطيك يوزر ريكويرمنت ديفينيشن، هون معطيك سيستم ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، لاحظ السيستم نحكي سبيسيفيكيشن. اليوزر بنقول ديفينيشن يعني انت تلقائيا اليوزر ريكويرمنت بكون متطلب بكون مثلا والله بدي اطلع المعدل في السيستم ريكويرمنت نفسها بس بتاخذ تفاصيل اكثر اوكي هلا لما بتكون مثلا لاحظ ده ام اتش سي ام بي اس شيل جنريتد مانثلي مانجمنت ريبورت showing the cost of drugs نفس المثال اللي هو ماشي في الكتاب هو ماخد مثال عن الدراجز تبع الانسولين uh, by the each of the clinic during that month هلا هاد متطلب انه يسوي تقرير من الاداره كل نهايه شهر كذا هذا يسمى user requirement definition هلا هذا التقرير عن الكوست اوف drugs هلا بدي يصير عنه شيء بسموه System Requirement Specification بدي يأخذ تفاصيل يعني لاحظ بقولك On the last working day طلع شو صار For each month آخر يوم في الشهر A summary of the drugs Okay بفصل The system shall automatically generate the report اللي بعديها A report shall be created for each clinic اللي بعديها if the drug are available اللي بعديها access the to all cost report هلا هو لما حكى هون حكى انه بده تقرير هذا لازم يكون جزء من الكونتراكت وهذا كمان ليش؟ لانه انت لما بتيجي بتقول له والله انا بدي تقرير يعني الكوست اوف طيب هلا التقرير هذا متى بده يتسوى؟ انت لاحظ في السبيسيفيكيشن شو صار؟ اجى قال لما يجي اخر يوم في الشهر بعدين شو حكى انه هذا التقرير لازم يتسوى بشكل اوتوماتيكلي لازم هذا التقرير يطبق على كل الكلينيك الموجود عندي لازم يكون اه أديش قديش افيلبل اه شو الفروقات في الكوست في اليونت كم ضاير من كل وحده لازم يستطيع الوصول لكل التكاليف طب هاي الكلام انتبه معي لو انت ما حطيت هاي التفاصيل في الريكويرمنت كيف بكره المبرمج او اللي بده يساو لو اعطيته انت بس اليوزر ريكويرمنت ديفينيشن وما اعطيته السيستم ريكويرمنت السبيسيفيكيشن كيف بده يبرمجها؟ هلا بصير كل واحد ياخذ هاي المعلومه بطريقته، يعني اعطيك مثال اخر لو اجينا قلنا لك صلي وسكتنا شو بدك تصلي؟ كيف بدك تصلي؟ هلا لو صليت باي طريقه تعتبر انك صليت صح ولا لا؟ بس لما اجي اقول لك انه والله بدك تصلي في اليوم خمس صلوات في عندنا صلاه الفجر صلاه وهكذا واضح انت شو الفكره هذا بنسميه سيستم ريكويرمنت specification بدك تعطيني لكل يوزر ريكويرمنت ديفينيشن لازم تعطيني السيستم ريكويرمنت specification نعم والتنتين حيكونوا جزء من ايش من الكونتراكت وحيكونوا جزء احنا اخذنا سابقا بالووتر فور ابروش انه بيجي عندك مرحله requirement بعدين بينتقل لمرحله ايش مرحله ايش الديزاين صح طب كيف بده يصمم مش بناء على requirement لو اخذ requirement هاي الاولانيه بشكل عام هل حيستطيع انه يصمم لا او حيجتهد في التصميم اما السبيسيفيكيشن في هاي الحاله انت حتصمم فقط ايش كل اللي بتحتاج اليه اللي محدد ضمن يعني هون نمبر 1 هون فصلت اكثر 1.1 1.3 1.3 لما بده يجي واحد يجي يصمم عشان هيك باجي بقول للطلاب وين الريكويرمنت ديفينيشن بكونوا حاطينها تعال حط لي السيستم ريكويرمنت ديفينيشن مش حاططها طب على اي اساس صممت هون لما انت اخذت هاي المعلومه وجيت سويت ديزاين كيف صممتها؟ نعم كيف كيف تم عمليه ايش؟ تصميمها اه يا شباب معاي نعم معاك فبالتالي فبالتالي لازم ضروري جدا يكون يعني انت لما تيجي تسلم مشروع تخرج عندك حاطط الريكويرمنت ديفينيشن مش حاطط السيستم ريكويرمنت سبيسيفيكيشن كيف صممت؟ طب نقطه ثانيه عشان نوصل الامور أه... كيف ركز معي بكره لا سمح الله تركت انت المؤسسه واجا واحد بده يعدل على النظام مش بده يرجع يشوف شو الريكويرمنتس يتاكد منها اه صحيح يا يعني شباب فضروري مم. جدا يكون الريكوا السيستم ريكويرمنت ضروري كمان يكون requirement specification طيب هاي نقطه النقطه الثانيه لاحظوا في الكلام اتكلم عن شيء اسمه فانكشنال ريكويرمنت non فانكشن requirement المتطلبات الاساسيه والمتطلبات الغير اساسيه خلينا نسميها طب كيف بدنا نميز فيها على احيانا شو باجي بعطيك كيس بعطيك كلام بقول لك طلع لي منه وهذا هذا نبدا نشتغل فيه هلا هلا ببدا الجانب التطبيقي في الماده شو تطبيق يعني؟ انك تقدر تاخذ انت والله اعطيك كيس كلام اجي اقول لك اعطيني الريكويرمنت ديفينيشن اعطيني السيستم ريكويرمنت طلع لي الفانكشن ريكويرمنت طلع لي من الكلام النون فانكشن ريكويرمنت ولازم تكون قادر على تعمل هذا الكلام هلا الريكويرمنت في شيء بنسميها فانكشن ريكويرمنت في شيء بنسميه نون فانكشن ريكويرمنت وفي كمان بسموه شيء بسموه دومين ريكويرمنت الفانكشن ريكويرمنت هي بتكون عاده ستيتمنت اوف سيرفيسز ذا سيستم شود بروفايد يعني مجموعه من الخدمات اللي لازم النظام يقدمها شو الخدمات تيجي تقول والله النظام التسجيل بيسجل طالب نظام التسجيل بيسحب للطالب مواد هاو ذي سيستم شود react to particular input and how the system should be is behave in a bit, uh, particular إيش, situations بحس بركز شو على الانبوت الرياكت تبع السيستم تعامل معه من خلال الانبوت uh, شو بيهاف uh, uh, الوضع تبعه هذا بنسميه فانكشن ريكويرمنت يعني may ستيت what ذا سيستم شود نوت تو دو لاحظ، system should should not to do. a non-functional requirement اللي هي عادة ال constraint on the service. يعني زي ما قلت قبل شوي، شوفي constraint على service or function offered by the system. يعني مثل إيش؟ مثلاً timing constraint. ال constraint on the development process الstandards يعني بيجي بقول لك في معايير بتقول لك ان تسوي هاي العمليه بالطريقه التاليه في مثلا بقول لك لازم مثلا العمليه ما تاخذ جزء من الثانيه هلا هل هاي بنسميها non function requirement واضح الفكره هاي بنسميها non function requirement اما السيرفيسز الواضحه في النظام هاي تسمى function requirement غالبا ابلاي ذا سيستم as A whole rather than individual feature or service يعني هون كسيستم هون بتعامل مع the whole system لاحظ في non functional requirement تطبق على الكل rather than individual feature or service النوع كمان في مصطلح آخر بسموه domain requirement domain requirement اللي هي constraint on the system from the domain of operation يعني المجال يعني مثلا اللي بيسجل مثلا علم حاسوب لازم يكون مثلا علمي ما ما بيكونش ادبي ضمن المجال هاي عاده بتكون على مستوى الانظمه مش على مستوى ضمن الدومين نفسه اوكي هاي يسمى دومين اوف اوبريشن طيب هذا واضح يا شباب شو الفرق بين فانكشن ريكويرمنت والنان فانكشن ريكويرمنت عشان نفهم اكثر انا بدي ادخل شويه بالتفاصيل شو الفنكشن ريكويرمنت وشو النون فانكشن ريكويرمنت الفنكشن ريكويرمنت ديسكرايب الفنكشناليتي اور ذا سيستم سيرفيس يعني وظائف النظام كامله الفنكشن ريكويرمنت ديبيند اون ذا تايب اوف سوفتوير نوع السوفتوير اكسبكتد يوزر اند تايب اوف ذا سيستم وير ذا سوفتوير از يوزد يعني نوع نظام السيستم شو السوفت وير بيستخدم هذا كله يعتبر فانكشن الفانكشنال يوزر ريكويرمنت مي بي هاي ليفل ستيتمنت يعني عاده تنكتب بلغه عاليه يعني مثلا والله بدي كذا وكذا وكذا اوف وات ذا سيستم شود دو وبتكون بتوضح مثلا والله بقول ان نظام التسجيل بيسمح للطالب يقوم بعمليه يسجل المواد كمان بيسمح له بيسحب هاي بسموها هاي ليفل ستيتمنت وبتوضح في الفانكشن ريكويرمنت شو لازم النظام يسوي طيب الفانكشنال فانكشنال سيستم ريكويرمنت شود ديسكرايب ذا سيستم سيرفيس ان ديتيل كمان وانت بتكتب في الفانكشن ريكويرمنت مش بس عبارات كامله عامه لازم تصفها كل هاي السيرفيسز الموجوده عندك الفانكشنال السيرفيس الموجوده عندك لازم توصفها بشكل more details. Essential, these are the what of the system that we often refer to. These are not all that there it is, but this should describe that overall functional of the system. يعني yani كل اللي شو لازم يسوي النظام لازم تكون مشروحة موضحة في الفانكشن requirement وضحت يا شباب اذا الفانكشن هي عاده بتكون كل السيرفيس الموجوده التايب في سوفت وير بكون مشروح فيها الـ شو بتوقع اليوزر الاكسبكتد يوزر بده اياه اليوزر بده تكون مكتوبه بلغه اللي هي هاي ليفل ستيتمنت كمان دائما اللي هي بتوضح لي شو لازم النظام يعمل ولازم يكون كمان مور ديتيلز في عملية الشرح الـ ريكويرمنت. requirement. أوكي okay, يا شباب؟ أي استفسار يا شباب؟ سامعيني يا شباب؟ واضح دكتور سامعينك أه. أوكي. السلايد اللي بعديها تتكلم عن الـ non ريكويرمنت. requirement. هاي سلايد تتكلم عن الـ non ريكويرمنت. requirement. These define system properties. لاحظ؟ في النون فانكشن ريكويرمنت السيستم بروبرتيز تعتبر ايش؟ نون فانكشن ريكويرمنت الكونسترينت وغيره من الامثله الريابيليتي الريسبونسبيليتي تايم المينتابيليتي السكيبيليتي البورتبيليتي الستورج ريكويرمنت هاي كلها تعتبر نون فانكشن ريكويرمنت يعني واحد يسوي نظام مثلا على يا اخوان التنتين لازم يكونوا موجودات اللي هم الفانكشن والنون فانكشن ولكن لاحظ مثلا باجي بقول انا بدي اخزن عندي على اكس على الاي كلاود او بدي بدي سيرفرات كذا وكذا هاي تعتبر كلها نون فانكشن ريكويرمنت بدي الريسبونس تايم يكون عندي سريع جدا يكون كمان هاي تعتبر نون فانكشن ريكويرمنت اذا كل هدول يسموا سواء الريابيليتي الريسبونسبيليتي المينتيبيليتي السكيبيليتي البورتابيليتي هذه كلها non-functional requirement. ال constraint سواء في الـ input أو الـ output device capability هاي تعتبر كمان non-functional requirement. الـ process requirement may be also specified الـ mandatory والـ particular IDE programming language or development method. كل كمان يعني الـ process عملية الـ requirement والله بدك تحدد شو دي IDE اللي بتستخدموهم، البروجرامينج لانجوج بتستخدمها، الميثود اللي بدي مثلا في الـ في الـ development، هاي كلها تعتبر non-function requirement، اوكي okay, يا شباب. كمان compatibility with other سيستم system، يعني عادة احنا بنقارن النظام بانظمه ثانيه، والله بدي اياه زي نظام الكذا يكافئ النظام الفلاني، كمان تعتبر نون فانكشن ريكويرمنت. النون فانكشن ريكويرمنت may be more critical than function ريكويرمنت، وهي العباره مهمه جدا. If these are not meet, the system may be ايش؟ useless. كثير ناس بفكر بيركزوا شغلهم يعني لما في الريكويرمنت وبيشرحوا بفصل في الفانكشن ريكويرمنت لما بيجي على النون فانكشن ريكويرمنت ما بيعيرها كثير اهتمام او ما بيدخل في تفاصيلها كثير مما يترتب عليه فشل النظام عشان هيك لاحظ بقول لك مور كريتيكال ذان عشان هيك لاحظ الفانكشن معروف بس والله يسجل وما يسحب ماده ويعدل ماده اوكي بس تيجي والله النظام انا بسوي لك نظام بس لما يروح يسجل الطالب بده يقعد ثلاث اربع ساعات ويسجل ممكن يترتب عليه هلا الريسبونس تايم بياخذ معه وقت طويل هذا الريسبونس تايم هذا يعتبر نون فانكشن ريكويرمنت وانا لما اجي سويت بنيت النظام وفي الكونتراكت ما جيت قلت له والله انا بدي الريسبونس تايم مثلا يكون واحد على 1000 من الثانيه في الحالة يجي تعالي الطلاب يجي يستخدموا النظام بطل يستخدموه بشكل جيد مما يترتب عليه يترتب عليه في أحيانًا في كتير أنظمة فشلت بسبب اللي هو النون فانكشن إيش ريكويرمنت وكتير يعني شركات تكبدوا ملايين الخسائر بسبب إيش انه لما سووا الكونتراكت ما كانت النون فانكشن ريكويرمنت كمان واضحه لانه لاحظ لما بتيجي والله تيجي تقول لي والله انا بدي الريسبونس تايم يكون سريع جدا واحد بيكون كاتب طريقه الكود بيختلف عن يكون والله مستخدم مثل ثاني او طريقه اخرى فبالتالي بدنا ننتبه على الامور هاي عشان هيك بنعتبر اللي هي النون فانكشن ريكويرمنت شغله مهمه جدا وليس ان نقول والله يعني ما بنركزش عليها لا تعتبر جزء مهم جدا في الريكويرمنت ولازم تكون موضحه وللاسف كثير من الطلاب لما بيجي بيسوي مشاريع تخرج باجي بقول له وين النون فانكشن ريكويرمنت ها يا انه المصطلح مش سامعه يا مش ذاكره ولا منشن له نهائيا اوكي يا شباب عشان هيك لاحظوا التايب فصل لك في النان فانكشن ريكويرمنت قسم لك اياهم لمجموعات. خلينا نشوفهم عشان المره الجاي حنتكلم عنهم بالتفصيل، هذول النان فانكشن ريكويرمنت قسمهم لثلاث مجموعات رئيسيه. البرودكت ريكويرمنت يعني في النان فانكشن على مستوى البرودكت، على مستوى الاورجنايزيشن ريكويرمنت، على مستوى الاكسترنال ريكويرمنت طيب تعال نيجي على البرودكت. البرودكت عن يعني المنتج نفسه في عندك اليوزابيلتي في الافشنسي في الديبندبيلتي في السكيورتي وفي اوكي okay. تعال على الافشنسي بتكلم بركز على البيفورمانس وبركز على ايش اسمه السبيس اوكي تعال على الاورجنايزيشن بتكلم عن الريكويرمنت على الانفايرمنت على الاوبريشنال بتكلم عن الديفلوبمنت ريكويرمنت تعال على الاكسترنال بتكلم عن الريجولاريتي بتكلم عن الاثيكال الليجستريتيف وهكذا واضح فهلا انت لما تيجي تبني نظام لازم تاخذ في عين الاعتبار هاي الامور لما تيجي تتكلم عن نون فانكشن هل هي برودكت ريكويرمنت هل هي اورجنايزيشنال ريكويرمنت هاي الاكسترنال وتشوف وكل واحده من هدول بدها تاخذ تفاصيل لانه لاحظ لما رجعنا هون شو حكينا عن النون فانكشن ايش حكينا عن النون فانكشن بده يكون فيها تفاصيل وصف واضح النون فانكشن لاحظ فيه بيكون توضيح الى احنا حكينا بشكل عام كونسترينت قيود طب هاي القيود شو هي بشكل عام في قيود على مستوى البرودكت في على مستوى الاورجنايزيشن على مستوى الاكسترنال وكل واحدة في منها عبارة عن إيش تفاصيل واضح يا شباب كل واحدة فيها عبارة عن تفاصيل كمان بتأثر على مستوى architecture of the system rather than individual component لاحظ overall على مستوى architecture of the system كمان uh, single non-functional requirement such as a security requirement. لاحظ may generate a number of related function requirement defined system services that are required. It may be also generated requirement that restrict existing requirement. في بعض القيود بكون على بعض ال requirement اللي بتكون موجوده فيها. في اي استفسار يا شباب؟ كثير كثير مهمة تقدر تميز ما بين الفانكشن ريكويرمنت والنان فانكشن ريكويرمنت بنوقف لعند هون عشان نكمل المحاضره للسلايد 13 اوكي نرجع الكتاب لو بدك ترجع على الكتاب هاي الكتاب اللي هو شفت الرقم أربعة ريكويرمنت انجينيرنج اللي هو بيجي بصفحه 82 ببدا لاحظ يتكلم اليوزر والسيستم ريكويرمنت بعدين هاي المثال اللي اخذنا جزء منه هون بشرحه كامل بعدين النقطة اللي بركز عليها شو معنى فانكشن ونون فانكشن ريكويرمنت هاي الشغلات مهمات هون في تفاصيل مش موجودة بدك ترجع الكتاب لاحظ هاي اليوزر ريكويرمنت بغطي هاي مين الأشخاص اللي لهم علاقة في اليوزر ريكويرمنت الكلاينت السيستم الكلاينت انجينيرنج الكونتراكت مانجر السيستم اركتكشر طب السيستم ريكويرمنت له علاقه بالسيستم اند اند يوزر الكلاينت انجينيرنج السيستم اركتكشر والسوفت وير ديفلوبمنت هدول لاحظ المسؤولين على في سواء اللي لهم علاقه انفولف في اليوزر ريكويرمنت او السيستم ريكويرمنت اوكي هون هلا باخذ هذه الفانكشن وبلش يعني يوضح تفاصيل اكثر فيها هي على الكيس نفسه لاحظ بضروره تطلع عليها لان ماخذ نفس الكيس ماخذ الفانكشن والنون فانكشن النون فانكشن ريكويرمنت بنوعين اللي هي النون فانكشن ريكويرمنت او ا سنجل نون فانكشن ريكويرمنت وهي التايب انواعهم على كل واحد منهم لاحظ اخذوا وشرحوا هلا في السلايدات مش موجود هذا الكلام اخذ البرودكت ريكويرمنت الاورجنايز ريكويرمنت لاحظ الاكسترنال شو هو وعلى نفس المثال الكيس شرح كل واحد يعني لما بيجي النقطة هاي طلع على الكيس هاي كتير مهم جدا تطلع على الكيس اوكي طيب بنوقف لهون خلينا بس نرجع ناخذ الحضور والغياب نشوف اللي حضروا محمود ابو عابد موجود دكتور هذا في عندي تالا. نعم دكتور. في أسماء. نعم دكتور. في عندي جواد. نعم دكتور. في عندي مزيد. نعم دكتور. في عندي عمر زيد حكينا، زكريا حكينا، أسماء. محمد محمد حسن دكتور ايوه عمر زيد موجود دكتور محمد حسن موجود طيب ومحمد ايهاب ابو عابد قلنا موجود عبد الله الحريري مش موجود دكتور عمر زيد موجود ايش؟ عمر عمر زيد اه من زمان حطيتك يا عمر انس الخضراء مش موجود حمزه رياض مش موجود زكريا قلنا موجود بلال بلال كمان مش موجود المؤمن بالله عبد الله الهاجري مش موجود نسيم خالد مجدي علي مجدي مجدي علي كمان مش موجود في حدا ما ناديت اسمه يا شباب شباب الشابتر هذا كثير مهم وحسين ناخذ وظائف هلا من يوم وطالع بس بس امشي شوي فيه كمان زياده هلا كيف انك تصير تعرف تطلع شو هي تو من خلال كيس كلام توصف شو هي الريكويرمنت شو هي اه